اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، واحنا متواصلين ومستمرين في البحث عن تفسير لهذا القرار. ان الاول مره بنشوف ان في ازمه ما بين منتجي الحديد وبعضهم البعض. دايما كنا متعودين ان الازمه بتكون ما بين المستوردين والمنتجين. المره دي هي المره الاولى في سابقه هي الاولى من نوعها ان يكون في مشكله ما بين المنتجين وبعضهم البعض. خلينا نقول ان احنا هنحاول ان نبحث عن اسباب وتبرير لهذا القرار، وفي نفس الوقت هنحاول ان احنا نشوف تأثيره ومدى جدوى ان يكون في تراجع عن هذا القرار او دراسته او محاولة لتوفيق الاراء ما بين المنتجين وبعضهم البعض من الحكومة ومن وزير الصناعة بشكل خاص. خلينا اقول ان معانا الاستاذة منى شلبي، هي مسؤول مالي في مجموعة الجرحي وكمان عندها خبرة وخلفية عالمية عن مثل هذه القرارات. اهلا بك معانا. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. بنحاول ان احنا نجد تفسير او تبرير لهذا القرار. لما فوجئتي ان في قرار زي ده تم اصداره وانت شغلك في القطاع المالي، كان بالنسبة لك القرار لما شفتيه فسرتيه ازاي؟ هو الحقيقه لغايه دلوقتي يعني عجزه عن تفسيره، لان احنا لو بصينا على القرار في حد ذاته بالثوابت اللي مذكوره فيه، القرار طالع بجدول ممنهج بنسب معينه، ومذكور فيه ان حتى سعر الماده الخام اللي احنا بنشتريها هيحدد هيعلن عنه في النوافذ، وان سعر البلت اللي هو الماده الخام بتاعتنا اللي يوصل في ابريل هو 480 دولار. لو عملنا الحسابات بتاعتنا على السعر المعلن اللي هو 480 دولار، من غير حتى مفرض اي رسم حماية، هو بيمثل هامش ربح المصانع الدرفالة 200 جنيه. ال 200 جنيه دول بيمثلوا 1.8% صافي ربح. طيب لو حطيت عليه القرار الجمرك ال 50 دولار اللي هما هيخشوا في الشريحة ال 50 دولار، ودي برضو معلنة، معناها ان انا القرار طالع في مقتضاه خسارة 688 جنيه لمصانع الدرفالة. فده كلها ثوابت مذكوره وفقا للقرار. انا عندي حد اقصى للتسعير مفروض عليا في السوق. وخليني اقول لك مبدئيا السوق بتاع الحديد عامل ازاي، ومحد وده حاجه واقع بقاله عشرات السنين، ومقارنته باسعار طن الحديد عالميا احنا فين في مصر. احنا خليني الاول اقول لك على السوق المحلي والاسعار المحليه. السوق المحلي فيه 85% منه بيمثله المصانع المتكامله وشبه المتكامله ومصانع الدرفله الكبيره، و 15% مصانع الدرفالة اللي هم حجمهم أصغر شوية والآلات والمعدات بتاعتهم قد تكون تاريخ اقتنائها أقدم شوية. ودائما وأبدا سعر البيع للمصانع ال 15% الصغيرين بيقل في حدود من 300 ل 500 جنيه عن سعر البيع المصانع الكبيرة، وده بطبيعة الحال إن العميل المستهدف من قبل المصانع الصغيرة يختلف عن العميل المستهدف. هم ما يقدروش يبيعوا، يعني مثلا لو بصينا على المصانع الكبيرة دول كأنهم براند ليهم اسمهم وليهم معتمدين من قبل أكبر مكاتب الاستشارية والمشاريع القومية، فالعميل المستهدف من عندهم المصانع الصغيرة ما بتقدرش توصل له. فهي بتعتمد في بيعها كله على الشركات المقاولات الصغيرة والأفراد، فبالتالي بتبقى لازم تنزل في السعر الفرق ده عشان تعرف تبيع أصلا. وأنا عندي الشركات المتكاملة ما حركتش أسعارها بعد القرار، فبالتالي بقى عندي سقف للسعر اللي هو ال 11600 اللي اعلى مصنع متكامل بيبيع بيهم النهارده، والفرق اللي بنتكلم عليه اللي هو بحد ادنى لازم يبقى فيه 300 400 جنيه، يعني يوم يعني بنتكلم في خساره ان القرار ده لو اتطبق النهارده وفقا للمعطيات معلن عنها في القرار خساره 600 جنيه في الطن المصانع الدرفالة. طيب هي خساره ولا خصما من ارباحهم؟ لا هي خساره. يعني لو هقارن سعر طن الحديد في مصر بسعر طن الحديد عالميا، هلاقي ان منتجي الحديد في مصر تقريبا اسعارهم نفس السعر، بفرق يتراوح ما بين الكبار والمصانع المتكامله ومصانع الدرفله الصغيره. بنتكلم أيوة. معنى ايه بقى فسرين؟ احنا عندنا فرق سعر زي ما قلنا عشان البراند، يعني عشان الناس دي العميل بتاعهم مستهدف، اختلاف العميل المستهدف. بمعنى ان المصانع الكبيره بتستهدف مشاريع كبيره، المقاولات الكبيره، مشاريع قوميه لانها معتمده من كافه المستشارين، والمصانع الصغيره بتخاطب الافراد وشركات المقاولات الصغيره. عندك ارقام؟ عندي ارقام. احنا نقدر نرجع من عند وزاره الصناعه لا يعني تقدري تقولي لي طن الحديد عالميا بكام؟
المصانع الكبيرة اللي احنا بنتكلم عليها اللي هي بتمثل الاستفادة الكبرى من هذا القرار بتبيع بسعر كام، المصانع اللي متخصصة في الدرفلة بتبيع بكام، بحيث ان انا ابين اقدر اقول لك ان اكبر اعلى سعر بيع في السوق النهاردة هو 11600، ده شامل الضريبة، ده اعلى سعر بيع. ده بعد صدور القرار ولا قبل؟ هو مع حركوش الاسعار قرار لما صدر، المصانع الكبيره اللي بتمتلك 85% من السوق او اللي بتمثل 85% من السوق ما حركتش الاسعار، فبالتالي مصانع الدرفله مستحيل تبيع فوقيها ولا زيها، فبالتالي مضطرين يلتزموا هم كمان بالتسعير بتاعهم الحالي. بنتكلم على متوسط مصانع الدرفله لا يتخطى ال 11100 11150 متوسط سعر بيعهم. متوقع ان بعد صدور هذا القرار هيكون في زياده في الاسعار؟ ما عندهمش الامكانيه. بمعنى؟ بمعنى ان لو الشركات المتكامله والمصانع المتكامله ما حركتش اسعارها فهم بالتالي ده كانه بالنسبه للمصانع الصغيره تسعير سقف للسعر. ايوه بس انسحاب او تهديد او توقف 25 مصنع درفله في مصر بينتجوا للقطاع الخاص لا يمثل اي نسبه في السوق؟ لو زادت الاسعار هتزيد على المستهلك النهائي، على المستهلك النهائي. بمعنى يعني لو حصل زياده في الاسعار ضرر من القرار ده هيحصل في السوق في بالنسبه للمستهلك النهائي، لكن كمصانع ما يقدروش يعلو عن السعر بتاع مصانع متكامله. طيب هل ده ممكن يكون لفتره مؤقته بحيث ان هم يتاكدوا ان المصانع خلاص اتهددت اغلقت زي ما اصحاب المصانع بيتكلموا وبيقولوا، وبالتالي يبقى في فرصه ليهم في السوق اكبر ان هم يزودوا الاسعار ويحتكروا ونرجع مره تانية للاحتكار والاغراق اللي احنا كنا بنعاني منه؟ هم لو حبوا يعملوا كده هيقدروا، هوفر هيعملوا ولا مش هيعملوا ده شيء ما نقدرش نحكم بيها، لكن نتيجة القرار ده ونتيجة ان بالتبعية هيضطروا ال 22 مصنع يقفلوا، ان ايا كان السعر اللي هم هيحطوه ما عندهمش منافس محلي ولا في آلية تانية تنافسي بيها في السعر، فهيبقى هو ده التسعير. بخبرتك المالية ما حاولتيش تلاقي اي تبرير لوزارة الصناعة لإصدار هذا القرار، خاصة وانك عندك خبرة وكنت بتشتغلي قبل كده في مصنع بينتج بلت والنهاردة انت موجودة في مصنع متخصص للدرفلة؟ الحقيقة القرار ماليا ملوش اي يعني ملوش اي حاجة اقدر ابرره بيها، لان زي ما بقول حضرتك القرار نازل في محتوى بالارقام اللي مذكورة فيه بتمثل خسارة في حدود 6% لمصانع الدرفلة، فبالتالي بيمثل استحالة ان مصانع الدرفلة تشتغل بيه، في استحالة، دي كلها معطيات ثابتة ما نقدرش نتناقش فيها، يعني كلها ثوابت معلنة عند الناس كلها، السعر المنتج هم اللي محددينه 480 دولار، الجمرك هم اللي محددينه، تكلفة التصنيع في المصانع اللي هي 1200 جنيه من 1200 ل 1300 جنيه متعارف عليها في كل حتة، ومذكورة في الشكوى اللي حتى عند المصانع المتكاملة، دي تكلفة ما بنختلفش في ان ده تكلفة التصنيع، وبالتالي هوصل لإجمالي التكلفة فهي ثوابت. وبتمثل في النهايه نتيجتها خساره 6 او 7% لمصانع الدرفله، فده في محتوى استحاله لاستمرار مصانع الدرفله. ايه اللي يبرر قرار باغلاق 22 مصنع؟ محتوى بيفيد اغلاق 22 مصنع ده بالنسبه لي شيء الحقيقه مش واضح. انا بشكرك على وجودك معانا، ومازال التساؤل قائم، ما هي مبررات هذا القرار؟ هل تمتلك وزارة الصناعة رد على أصحاب مصانع الدرفلة في مصر؟ خلينا نحاول ونستكمل حلقتنا النهاردة ونحاول نشوف مين المسؤول. هنلتقي بالأستاذ جمال الجرحي بوضعه وبصفته كرئيس لغرفة الصناعات المعدنية في مصر ليتحدث عن الأزمة وأسبابها وكيفية حلها أو تصعيدها.